السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. تنسوش بقى، عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، واللي اول مره تشوف قناتي يا ريت تنورينا وتشتركي فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده مكملين تجهيزات شهر رمضان واستعدادات شهر رمضان وتنظيفاته كده. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم بخير وبسعاده، ويا رب دايما كده كل سنه نجهز له مع بعض. اول بقى ما صحيت كده قلت احضر لهم كده الفطور الاول قبل ما ابتدي في الشغل بتاع المطبخ وكده. هكمل شويه حاجات كانت ناقصاني في المطبخ، وهنزل شويه ارفف وضرف النهارده كده واخلص منهم. تمام، فسخنت اللبن كده اول ما صحيت، وابتديت انا كنت جايبه بقى هنا حلويات هريسه بقى والبسبوسه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ايه، قلت اعمل جنبها لبن ويبقى فطار احسن، ايه ما ياكلوها كده وخلاص. انا بحب بصراحه ان انا الحلويات او الجاتو او اي كيكه او كده بحب دايما ان انا اعملها على الفطار او العشاء، وبسخن كده جنبها لبن. إيه، مفيش، ممكن اعمل شاي، نسكافيه، اي حاجه موجوده عندي بسخنها. تمام، فهبتدي بقى ان انا اشكل لهم كده الاطباق كلها بقى، بسبوسه على كنافه كده، إيه على الهريسه. بصراحه اول مره اجرب هريسه المحل ده، بس بالامانه طلعت جميله جدا، يعني طعمها حلو قوي. فهحضر بقى الفطار عشان بعد كده بقى هنشغل انا بقى دلوقتي في التنظيفات. يعني عايزه بقى اخلص بقى المطبخ بقى على خير كده عشان ابتدي بقى اشوف اجهز بقى للزينه، ونعلق بقى الزينه، ونعلق بقى الفوانيس والنور والحاجات اللي انتوا عارفينها ديت. عايزه اقول لكم ان انا طلعت الحاجه بقى اللي كانت عندي من السنه اللي فاتت، ولقيت مفارش مقطعه، فهحتاج ان انا اشتري بدلها. واطمنت ان فروع النور شغاله، اطمنت ان الفوانيس شغاله، يعني في حاجات كده اطمنت ان هي لسه شغاله، الحاجات بتاعت الكهرباء. وفي حاجات لقيتها مش هتنفع السنه دي، فهضطر ان انا اجيب بدلها. فخلص بقى كل الحاجات اللي انا محتاجاها واجيبها، وافرجكم عليهم يعني وكده. وبعد كده ان شاء الله قبل رمضان كده باسبوع نعلق بقى الحاجه دي. بس هبتدي اللي انا هنزل اشتري الحاجات بقى اللي تخص السحور، زي اللي انا هشوف بقى الجبن، الفول اللي انا هدمسه، واجيب الحاجات بتاعه الزبادي، الحاجات اللي هي بتاعه السحور دي هبتدي اللي انا اجيبها عشان احضرها قبل رمضان بيومين ان شاء الله، اجهز الحاجات بتاعه السحور دي. تمام، بس عايز اقول لكم مش عارفه، حاسه ان السنه دي الناس متاخره قوي في تنزيل الحاجه غير كل سنه. يعني كل سنه كنت يجي علينا شعبين تلاقي المحلات بتاعه العطوره كلها منزلة التمر والسوبيا والبلح وكده، لا السنة دي مش عارفة الناس ما نزلتش لحد دلوقتي، وفي كده كسل مش عارفة ليه. يمكن عشان الأسعار غالية شوية، مش عارفة بصراحة ايه السبب. بس يعني تلات ارباع المحلات اللي انا بتعامل معاها واللي حواليا هنا ما نزلوش يعتبر، فمش عارفة من الغلا ولا ايه بالظبط. بصوا بقى، انا ابتديت النهاردة بايه، نزلت اللي هو الرف اللي فوق المايكرويف دوت بقى انا بخزن بقى فيه الكوبايات الزياده عندي كلها والمجات الزياده عندي كلها. فنزلته ونضفته كده من جوه، ولمعت الكوبايات ونضفتها، وبعد كده فرشت مفرش تاني خالص، وابتديت بقى ان انا ارص جوه كده، والرف عميق لجوه، فبستغله بقى في الكوبايات كلها والمجات، وكمان اللي هي بتاعه الكحك والبسكوت دي انا فكاها وحطها برده هنا. فرصيته كده وحطيت المجات الذهبي دي من بره، اديت شكل حلو. تمام، جيت هنا بقى على الرف ده، يعتبر اكتر رف انا بستخدم من الاطباق اللي فيه والسرافيس اللي فيه، لان ده الميلامين. انا قسمه الميلامين بتاعي نصين، نص انا بستخدمه والنص التاني انا عيناه، فعشان دوت اللي احنا بناكل فيه باستمرار، فمخليه في الرف اللي تحت قدامي معاه الكبه، لان الكبه دي بصوا ايدي ورجلي في المطبخ على طول بعمل فيها كل حاجه. عايزه بقى اقول لكم، كان في متابعه بعتت لي الفيديو اللي فات بتقول لي انا سايبه يعتبر الشقه كلها مقفلها، وقاعدين في اوضه واحده او في مكان واحد ومقفله الدنيا كلها، وان جوزها بيقول لها محدش ضامن عمره، وان انت قافله الشقه ليه، وبتسال هو ده صح ولا لا. عايزه اقول لك ده صح جدا، لان انت كده بتحافظي على حاجتك، وبتحافظي على حاجتك، ان هم يعني ولادك صغيرين ولسه اطفال، فبيبهدلوا الحاجه بتتهلك، وانت كده بتحافظي عليها، وبتحافظي كمان على نظافه الحاجه، بتحافظي ان الحاجه تعيش معاكي عمر اكتر، مصيرهم يكبروا ويستخدموا كل الاوض يعني. انما انا بصراحه انا برجح ان العيشه تبقى
في اوضه واحده، اللي هو تبقى اكل وشرب وبهدله في اوضه واحده. انما مثلا لو كبار شويه هيضطروا مثلا بيذاكروا في اوضتهم، بيكتبوا واجباتهم في اوضتهم، فهيبقى يعتبر اوضتين كده انت بتستخدمي، اوضه للمعيشه والاكل والشرب والفرجه على التلفزيون، واوضه للمذاكره. انما لو هم لسه صغيرين لا طبعا حجميهم على قد ما تقدري، وخلي لهم العابهم واكلهم وشربهم يبقى في اوضه واحده، وتحافظي على بقيه الشقه وتحافظي على حاجتك تفضل جديده وما تتهلكش. وفي نفس الوقت انت وانت بتروقي كل يوم هتلاقي نفسك بتروقي الحته اللي انتوا قاعدين فيها، مش الشقه كلها راحه جايه فيها. فبصراحه يعني دي حاجه حلوه جدا، وبتحافظ على صحتك وبتحافظ على نظافه الشقه بتاعتك. تمام، بصوا يعتبر انا النهارده في الفيديو دوت انا بنظف الحاجات الاكتر حاجات مهلوكه عندي في المطبخ، اللي هي درفه الميلامين، درفه الخزين، الدرج بتاع الكوبايات ده كان كارثه حرفيا، اللي هو بغسل بصوا المعالق و ارميها كده في الدرج من غير ما ارصها، بناخد ونرجع ونرمي كده من غير ما نرص. لا غسلت المنظم ده وغسلت المعالق كلها والحاجه اللي كانت فيها كلها ورجعت رصيتها. بصوا بالامانه المنظم ده حلو جدا وعملي قوي، بيقسم لك الحاجه. بحب ان انا احط المعالق الكبيره لوحدها، الشوك لوحدها، السكاكين لوحدها، المقاوير لوحدها. بصوا بقى انما الحاجات الزياده عندي مخليها في درج لوحدها، بقيه المقاوير كلها مخليها في درج لوحدها، الحاجات اللي هي القطم التوزيع اللي انا ما بستخدمش حاطاها في درج لوحدها. انما الدرج ده على قد استخدامنا احنا وعلى قد احتياجنا احنا. تمام، فهتلاقوه بقى مبهدل. جيت هنا برضو على درفة الخزين برضو نفس الكلام مبهدلة، بس قلت بقى ايه هلمعها كده وغير لها برضو المفارش ايه، وان شاء الله كده على قبل رمضان برضو مع تعليق الزينة باذن الله هنشتري الخزين بتاع رمضان، يعني قبل رمضان باسبوع هنعمل حاجات كتيرة او هنبقى مشغولين قوي، هنعلق الزينة، هنرص خزين رمضان باذن الله، هنجيب حاجات السحور ونبدأ نجهز فيها. فربنا يعيننا بقى كده ونخلص على خير، عشان رمضان بقى يجي علينا كده واحنا فايقين ورايقين كده، ويبقى عندنا يومنا كده فيه بركه معانا، وقت كبير بقى نقعد بقى نقرا في المصحف كتير. يا سلام بجد لو احنا نختم القران كذا مره في رمضان، ونقرا بعد الفجر كده حبه كتير، وندعي كتير، ونستغل الشهر ده صح، بيبقى بجد دي احلى حاجه احنا عملناها كده. وفعلا يكون اللي احنا تعبنا قبل رمضان دوت فعلا خلانا اللي احنا نستغل الشهر صح. غسلت المنظمات ديت كلها كده، وبعد كده حطيت المفرش اللي هو السيلفر ده، ده المفرش المفارش ديت انا جايباها من السوق، كانت المتر ب5 جنيه، فجبت منها وقلت عشان خاطر الدرف ديت كانت بصراحه رخيصه، فقلت اجيب منها حلوه للدرف اللي هي بتتهلك ديت. تمام، جيت هنا بقى بعد ما رصيت بقى الحاجه اهوت، جيت هنا بقى على الدرفه اللي هي فوق الثلاجه دي بقى، انا حاطه فيها الحلل الكبيره قوي اللي انا ما بستخدمهاش الا مثلا في بقى عزومه في حاجه، فانا ما بستخدمش ديت، والطواجن والفخار برده مش بستخدمها، في حاجات كده مش بستخدمها قوي، فحطيت الحلل الكبيره كلها جوه بعضها زي ما انتم شايفين كده، وهحط بقى جنبها البولات بقى بتاعه الرز بلبن والحاجات ديت، دي انا حطيتها برضو هنا، حطيت كمان معاها المنظم بتاعه المناديل، بس قلت برضو انا كده مش مستغليه الرف صح، فانا هاخد اللانش بوكسات بتاعه البنات برضو هحطها هنا، واستغل بقى الدنيا هنا عشان خاطر في درفه تحت الخزينه عندي في المطبخ عايزه افضيها، عشان لما اجيب الحاجه بتاعه رمضان يبقى عندي رفين احط فيهم الحاجه بقى، فاهمين قصدي ايه؟ بس كده، فحطيت اهوت اللانش بوكسات كمان معاها، واستغليت بقى الرف، وكمان نضفت التلاجة من فوق كده، ويعني الحمد لله انجزت شويه حاجات. جيت هنا بقى على الارفف اللي هي مفتوحه بقى في المطبخ اللي بتبقى باين الحاجه فيها، فدايما اهتمي بالارفف المفتوحه ديت عشان بتدي شياكه شويه للمطبخ عندك. فهبتدي بقى انا المحها واغير لها المفرش بتاعها، بس هغير الحاجه اللي انا حطوها فيها، مش هحط نفس الايه الحاجه، انا بجيب كرسي وبطلع عليه وبنضف الحاجات ديت، يعني يعتبر الحمد لله انا انجزت كده 3/4 المطبخ، ناقص ربع صغير بسيط كده فيه شويه حاجات بسيطه باذن الله هخلصها، عشان بقى نفوق بقى الايه لتعليق الزينة. انا عامة بصوا بقى انا في تعليق الزينة بهتم في حاجات معينة، بهتم دايما بالريسبشن عشان دوت بنقعد فيه وكده، وبهتم دايما في بالمطبخ عشان المطبخ ده اللي انا بقعد يعني بعمل فيه الاكل وبقف كتير فيه في المطبخ، وبهتم بالبلكونه، بحب يعني التلات اماكن دول من اهم الحاجات عندي في تعليق الزينه في رمضان، دايما دايما الريسبشن او غرفه المعيشه بتاعتك، والبلكونه تعلقي فيها انوار وزينه وفانوس وكده، والمطبخ عندك تعملي لك جو رمضاني، دول التلات اماكن اللي انا بهتم بيهم. انما اوضه الاطفال لا مش بعلق فيها قوي، انما البلكونه بحب ان انا نيجي كده بعد الفطور نولع بقى الفوانيس ونقيد الفوانيس ونولع بقى فروع النور،
ولو في المطبخ كمان بطفي الانوار، بشطبه كده وبطفي الانوار، بولع الحاجات ديت بقى، ونقعد بقى نصلي التراويح ونصلي العشاء بقى ونقرا في المصحف، ببقى مهديه الاضاءه وسايبه بس الانوار بتاعه الفوانيس دي، بتبقى بصراحه جو جميل جدا. عايزه اقول لكم، او البنات عندي اول ما بيفطروا كده يجروا على طول ينوروا الحاجات دي. زي ما انتوا شفتوا كده، انا روقت الارفف المفتوحه في المطبخ عندي، وحطيت بقى فيها مجات كده وحاجات شكلها حلو كده، وخليت يعني شكلها حلو، وكمان الرف اللي فوقيه برضو روقته. دخلت هنا بقى قلت هغسل الحفظه زي ما انا قلت لكم، الحاجات اللي متعينه في الفرش هغسلها وعينها نظيفه، عشان لما اجي افرش على العيد ابقى خفيت من عندي، يبقى ناقص لي بس السجاد ويبقى الحفظات عندي مغسوله ونظيفه. جيت على الحفظه القطيفه ديت، عايزه اقول لكم الحفظات القطيفه حرفيا راحت في داهيه بجد، سعرها رفع جدا جدا. ف هغسلها بقى، مليت البانيو عندي، وبعد كده حطيت بقى فيها المسحوق وحطيت الدوني، حطيت كمان كيس من كلوركس الالوان، وبعد كده بقى بملى الميه على اخرها اهوت وبنقعها. بتلاقي الميه بصوا اسودت خالص، لاني بتنزل يعتبر التراب والطينه واي حاجه فيها في الميه دي، فلازم اغير لها الميه مره كمان عشان خاطر تنضف معايا صح، لازم اغير لها الميه مره كمان. تمام، فدي النقعه الاولانيه، وهغير لها الميه مره كمان، وبعد كده اخر حاجه بقى بشطفها، بتبقى بصوا معايا زي الفل، ما بغسلهاش بصراحه في الغساله لاني بخاف عليها. تمام، هدخل بقى دلوقتي عشان خاطر اللي انا اعمل لهم الغدا، هعمل لهم بقى محشي ولحمه بقى، ولسان عصفور وملوخيه كده، يعني اكله حلوه كده. قلت بعمل الاكله دي قبل رمضان، لاني بقى انا ايه من اول الشهر كده، انتوا عارفين بقى يعني المصريين كده يجوا بقى الاسبوع اللي قبل رمضان ديت، احنا يعني عاده كلنا كده بنيجي الاسبوع اللي قبل رمضان دوت بنقضي بقى في الاكل اي حاجه، عشان نبتدي بقى في رمضان بقى نعمل المحاشي ونعمل الحاجات الحلوه بقى، وتلاقونا بقى بنعوض في رمضان. عشان كده قلت بقى اعمل لهم الاكله ديت من هنا بقى لرمضان، بقى مش هعمل بقى محاشي تاني ان شاء الله، يعني نعمل بقى على بدايه رمضان باذن الله. فكنت جايبه نص كيلو كده من اللحمه، شوحتها كده، وبعد كده اديتها تشويحه كده بالمعلقه سمنه، ونزلت بقى عليها الميه، هسيبها بقى مع نفسها تغلي كده، حطيت لها بس سنه من السكر عشان تستوي بسرعه. دي كانت لحمه جملي، كان نص كيلو عامل 150. تمام، كنت سلقه كمان الكرنب اهوت ومقطعاه ومجهزاه كده، وهحشي بقى حلتين، واحده اسويها النهارده وواحده اسويها ايه بكره ان شاء الله. تمام، فاعمل بقى المحشي، وكمان هجيب كيس ملوخيه كده هعمله. عايزه اقول لكم برده الملوخيه المجمده غليت قوي، يعني الكيس جايباه ب 17 جنيه، وكمان يعني بيقولوا انه هيوصل ل 20 كمان، فمش عارفه ايه ده بجد، يعني الحاجات دي بتغلى ليه، الحاجات المجمده دي بتغلى ليه. يعني الحاجة عمالة ترفع، انا بجد اللي انا نفسي ان هو ينزل على رمضان الزيت والفريخ، لان الزيت والفريخ بالامانة سعرهم كارثة بمعنى الكلمة. الزيت معدي المية، في ازاز، يعني في ازاز لتر دلوقتي عاملة 88، في ازاز عاملة حاجة و90، اصغر ازازة عند العطار عاملة 65، فاسعار غريبة. الفراخ الكيلو تقريبا ب 97، فالواحد والله بندعي ربنا ان الحاجة دي ترخص على رمضان، لان في رمضان الاستهلاك بيكون عالي شوية عن الشهور العادية، غصب عنك صيام، غصب عنك عايزة تعملي اكلة حلوة، عايزة تعملي عصير، عايزة تعملي صنف حلويات، فالاستهلاك بيبقى الطاق 2 او الطاق 3 كمان في رمضان. فنفسي ان الحاجة دي تنزل شوية على رمضان، عشان يعني حرام بجد، حرام الاسعار دي بقت مبالغ فيها بطريقة غريبة غريبة، ومش عارفة هنفضل كده لحد امتى. المهم ان انا يعني هحشي بقى الكمية ديت كلها، هحشي معاكم حبة وافصل بقى واكمل انا المحشي كده، عشان يبقى عندي بقى الاكل بكرة بقى ايه، واستغل اليوم اللي انا عندي فيه الاكل ده، واعمل برضو شوية ايه حاجات كده. طيب هكمل بقى معاكم كده الحشو بتاع الكرنب، وعايزه اقول لكم ان يعتبر الشهر بقى اللي هيهل دوت اللي هيجي فيه رمضان ان شاء الله، فتبقوا عاملين بقى حسابكم في الميزانيه، ان هو اول الشهر كده باذن الله، اول ما تاخدي المصروف كده بتاع البيت تبداي بقى ايه تكتبي الحاجه اللي انت هتجيبيها رمضان، يعني ما تستنيش بقى على رمضان نفسه وتنزلي تجيبي بقى قبليه بيومين ولا كده، لا على اول الشهر كده ان شاء الله تبداي بقى تنزلي تجيبي التمر، الصوبيا، شوفي هتحتاجي سكر قد ايه رمضان، هتحتاجي رز قد ايه، تشكلي مكرونات، اذا كنت هتجيب اللحوم تجيبيها برضو، اللحوم والفراخ جيبيها،
اول الشهر. ف يعني انا بذكركم بس اللي هو ما تبقيش مثلا تسيهي اول الشهر، اللي هو بتجيبي المشتريات العاديه بتاعت اول كل شهر وتيجي تبص تلاقي بعديها ب 10 ايام داخل عليك رمضان. لا، او المشتريات بتاعت الاول الشهر دي تعتبريها ان هي تبقى حاجه رمضان ان شاء الله. فتبداي ان انت تنزلي تجيبي، شوفي بقى هتجيبي ايه بقى في اللحوم، هتقسمي بقى اذا كان مفروم لحمه قطع الفراخ البانيه، تبداي بقى تجهزي الحاجات ديت، مع ان انت تشوفي لو في مثلا عروضات على اي حاجه او المبادرات او كده، تبداي ان انت تنزلي بقى تجيبي منها، تشوفي لو في حاجه فيها اي توفير تجيبيه، لو لسه ما جبتيش البلح تجيبي برضو البلح وعينيه، المكرونات شكلي بقى حاجات حلوه كده لرمضان، الجلاش والسمبوسك والحاجات ديت. ابدأي بقى جيبي، بس قبل ما تنزلي كده في ورقة كده وقلم كده واكتبي مثلا انا محتاجة لفة جلاش، لفة سمبوسة، نص مفروم، نص لحمة قطع، فرخة بني. ابدأي كده جهزي كده شوية حاجات كده اللي هي تسدي معاكي كده في شهر رمضان، وابدأي اكتبيهم في ورقة وانزلي بقى شوفي اماكن حلوة، شوفي الحاجة دي تجيبيها جملة، شوفي جزار يكون مثلا اسعاره حلوة عن او مهاود، او لو هتجيبي من حد عامل عروضات، او تجيبي من حد عامل جملة، او تجيبي من مبادرة، اي حاجة بقى. المهم ان انت تظبطي دنيتك كده من بداية الشهر الجديد بإذن الله، تعرفي ان انت هتكوني هتجيبي حاجات رمضان. بصوا بقى انا خلاص علقت على المحشي هوت، وغليت كمان شوربه، واللحمه اللهم بارك ما خدتش وقت خالص واستوت، فعلقت بقى على الشوربه اهيت، جبت اللي هي الملوخيه جيفريكس دي كانت عامله 17 جنيه، بس عايزه اقول لكم يعتبر ان الكيس قسمته على مرتين، يعني عملته في المره ديت وعين تبقيته في الفريزر هعمله في مره تانية، لان الكيس كبير قوي مش يعني مش هعمله على حله يعني وكده، يعني ده نص الكيس اهوت، عمل لي حله وسط اهيت فحلوه قوي. فعندها عينت الباقي بقى كده، وكمان حطيت بقى معلقه سمنه، عملت شوحت بقى الثوم مع الكزبره كده، وحطيت بقى الملوخيه ملحتها وحطيت لها الفلفل الاسمر واللهم بارك، بصوا زي العسل. اخر حاجه هعملها احمر بقى لسان عصفور كده، ويبقى كده الاكل بتاعي بقى جاهز، محشي واللحمه الملوخيه. بصوا انا نسيت على الملوخيه، فكرت ان انا طفيت عليها وما كنتش طفيت عليها، فهطفي بقى دلوقتي عليها، ما خدتش بالي لما لقيتها بتغلي قدامي، زعلت قوي بس الحمد لله يعني ايه طلعت حلوه. هحط له بقى مكعب المرق وبس كده خلاص. انا بحب اعمل لسان عصفور اخر حاجه خالص قبل الاكل، يعتبر الصيام السنه دي هيكون هين شويه عن السنه اللي فاتت، لان احنا لسه برضو في الشتاء فالجو حلو، كل ما رمضان بيجي في الشتاء ويقدم كل سنه كل ما الصيام بيكون احسن، يعني غير بقى الحر واليوم بيبقى طويل وكده، لا بصراحه بيبقى حلو كده. تمام، جهزت هو بقى المحشي اللهم بارك، طلع زي العسل، الكرنب طلع مسكر قوي، احلى كرنب بجد الكرنب بتاعي اليومين دول بيبقى مسكر قوي كده، الكرنب بتاعي الشتا دوت وبتاع الخزين ده بيبقى مسكر وحلو كده. فقلبت بقى الحل هو، تحط بقى اللحمه عليها واعمل وصب بقى بولتين من الشوربه وبولتين من الملوخيه، والاكل ده ان شاء الله هيكفينا النهارده وبكره، ويبقى عندي بقى الاكل بقى اذا كنت هستغل اليوم بتاع بكره دوت واعمل بقى اي حاجه ناقصاني كده في المطبخ، عشان بقى عايزه اخلص المطبخ بقى معاكم ونعلق بقى الايه الزينه، ولسه ننزل نشتري حاجات، فالايام الجايه هتبقى مشغوله قوي، فعايزين ننجز بقى ونخلص على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير وبسعاده، اعملوا كل حاجه ورتبوا وجهزوا كده رمضان، ودخلوا كده الفرحه والسرور كده على بيوتكم، خلي كده ولادكم وعيلتكم كده يفرحوا كده معاكم وتفرحوهم كده، انت اللي بايدك انت تدخلي كده البهجه، خلي ولادك لما يكبروا كده يفتكروا ان مامتهم كانت بتعمل لهم حاجات حلوه في رمضان، كانت بتعمل لهم جو حلو كده، يفضلوا فاكرينه من السنه للسنه. عايز اقول لكم والله ولادي كل شويه بيسالوني رمضان هيجي امتى، ناقص قد ايه، يعني بنتي ملك مبوظه لي النتيجه من كتر ما هي بتعد كل يوم الايام ناقص قد ايه على رمضان، حياه ربنا. فربنا يعيننا ويعينكم كده على الصيام كده، ويتقبل كده مننا ومنكم اللهم امين. خلاص كده الاكل بقى بتاعي بقى جاهز، محشي ولحمه والملوخيه كده، اكل طلع زي العسل. بس كده ده كان اليوم بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، عملنا تنظيفات وروقنا كده شويه حاجات وجهزنا شويه حاجات رمضان وعملنا كمان الغدا، وبس كده يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، باي باي.